زاوية العصب السابع للكاتبة شمائل النور، والتي جاءت اليوم بعنوان: ولماذا لا ينصرف التجمع للنقابات؟ تفترع شمائل النور زاويتها بالقول: على مدار يوم أمس كانت المعركة في تجمع المهنيين انعكاسا طبيعيا لأمراض السياسة السودانية المعروفة، والتجمع الذي حصد التفاف ملايين السودانيين استطاع أن يكون واجهة حائزة على قبول لم تحظى به الأحزاب السياسية. انتقل بذات الأمراض التي أصابت الأحزاب وأقعدتها وأفقدتها تأثيرها. وتجلي الكاتبة الموقف فتقول باختصار: انتخب التجمع سكرتارية جديدة، فخرجت أجسام رئيسة ببيانات ترفض نتيجة الانتخابات رغم مشاركتها فيها، والخلاصة أن هذه الأجسام الرئيسة رأت أن التجمع أصبح تحت سيطرة حزب معين. وتقرر الكاتبة: الواقع أنه لا السكرتارية الجديدة شرعية ولا القديمة شرعية، هذا وإن انتهت عملية الانتخابات بسكرتارية جديدة قد تكون اختيرت بنزاهة. لكن السؤال: الأجسام المكونة للتجمع التي انتخبت أو انتخبت السكرتارية الجديدة، هل هي منتخبة من قواعدها؟ الإجابة لا. وهل كانت السكرتارية القديمة الرافضة حاليا للسكرتارية الجديدة منتخبة من قواعدها؟ الإجابة لا. وتمضي الكاتبة فتقول: نتجاوز هذه المسألة وننتقل إلى مخاوف السكرتارية القديمة وتصعيد السكرتارية الجديدة، ونطرح السؤال: هل لا زال تجمع المهنيين يحظى بذات الالتفاف الذي كان محاطا به قبل شهور مثلا؟ هل بإمكان التجمع بالمعادلة الحالية أن يعيد صياغة الواقع بعد الوثيقة الدستورية؟ وتذكر الكاتبة: المعركة الحقيقية لتجمع المهنيين هي الانخراط في تأسيس النقابات المهنية، عطفا على أنها معركته الأصلية ومهمته التي لأجلها تشكل، فهي الفرصة الذهبية لتصحيح كل الأخطاء أو المسار. وخروج التجمع بشقيه من قوى الحرية والتغيير وانصرافه لبناء النقابات هو الضامن لعودة التجمع قائدا كما كان، بدلا عن أن تتنافس فيه الأحزاب. وتحذر الكاتبة: انغماس تجمع المهنيين في العملية السياسية وسط معادلة مختلة لن يضيف للتجمع إلا المزيد من الانفضاض. ثم: ما التأثير الفعلي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على الحكومة والذي تتقاتل فيه السكرتاريتان الجديدة والقديمة؟ وتختم شمائل زاويتها بالقول: استعادة دور تجمع المهنيين وإمكانية أن يؤدي ذات الدور الذي لعبه اتحاد الشغل في تونس بعد ثورة الياسمين تأتيان عبر النقابات ولن تأتي من أي باب، مهما اجتهدت سكرتاريتا التجمع الجديدة والقديمة.